هاي ازيكم؟ دلوقتي هعمل بيسك ريسيبي، هعمل فراخ مسلوقه ومحمره بطريقه سيمبل جدا وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. عندي هنا فرخه متنضفه كويس بملح ودقيق وليمون، هتبلها من جوه بملح وفلفل، دي معلقه ملح صغيره وربع معلقه فلفل صغيره، عندي مستكه وحبهان وفلفل اسود حب، هحط كمان جواها بصلايه صغيره وعودين كرفس فرنساوي صغيرين وجزره صغيره وورقه لوري. بالنسبه للفرخه هشوحها بايه؟ عندي بصله ومستكه وحبهان ورقه لوري، وطبعا هشوحها بمعلقه سمنه كبيره. يلا اوريكم هعملها ازاي. دلوقتي انا هبتدي اتبل الفرخه من جوه بالملح والفلفل، بحط فيها الملح والفلفل كده، وبحط كمان ما بين الجلد، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، كل ده ما بين الجلد كده على الصدر والورك. اوكي، بعدين بحط جواها المستكة والحبهان والفلفل، احط جواها البصلة والكرفس والجزر، بعدين هكتف رجلين الفرخة كده وهبتدي ان انا اسلقها. بصوا انا دلوقتي كتفت رجليها وربطتها بخيط زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان انا اسلقها. حطيت فيها ميه من الحنفيه، هغلي الفرخه غلوه تطلع الريم بتاعها، بعد كده هغسلها بميه كويس قوي، بعدين هشوحها. دلوقتي بعد 5 دقايق بالظبط طفيت على الفرخه، نزلت الدهون الاكسترا اللي فيها وطلعت ريم زي ما انتوا شايفين، دلوقتي هغسلها بميه بعد كده اشوحها. جبت نفس الحله وغسلتها، حطيت معلقه سمنه كبيره، هبتدي ان انا اشوح البصله لغايه ما تطلع ريحتها، بعد كده هحط المستكه والحبهان. دلوقتي بعد ما شوحت البصله حطيت المستكه والحبهان، وهحط دلوقتي الفرخه تتسوى، هحط ورقه اللورا دلوقتي افرقها شويه، بعدين هحط ميه قطره من الحنفيه. هزود طبعا الميه بحيث انها تغطي الفرخه، هسيب الفرخه تقريبا تتسلق من ساعه الا ربع لساعه، وطبعا هحط الملح بتاعي. دلوقتي انا زودت الميه وحطيت الملح، هسيب الفرخه تغلي على نار متوسطه من ساعه الا ربع لساعه حسب حجم الفرخه بتاعتكم، ولو احتجت ميه ممكن ازودها ميه مغليه من الكاتل، انا حطيت لها في الاول ميه ساقعه لان اوريدي الفرخه كانت ساقعه، ما ينفعش احط لها ميه مغليه لان لو حطيت لها ميه مغليه هتقطع السكين بتاعها. هغطيها دلوقتي وهوريها لكم لما تخلص. دلوقتي خلاص انا طفيت على الفرخه، اخدت بالظبط 50 دقيقه، عايزه اوريكم ازاي لون الشوربه حلو جدا وكلير قوي. جربوا الريسيبي دي هتعجبكم وقولوا لي الفيدباك. هشيل الفرخه دلوقتي، بعد كده هحمرها. دلوقتي هعمل لسان عصفور مع الشوربه بتاعه الفرخه، حطيت معلقه صغيره قوي سمنه، هبتدي ان انا احمر لسان العصفور شويه صغيرين لغايه بس منهم غير حاجه بسيطه، بعد كده هحط عليه شوربه واحطه مع حله الشوربه. بصوا يا جماعه كده لون لسان العصفور حلو قوي، هبتدي ان انا احط شوربه عليه، بعدين هحطه في الحله الاساسيه بتاعه الشوربه، بس هسيبه بس ياخد غلوه. بعد دقيقتين بالظبط لسان العصفور غلي، هبتدي ان انا ارجعه الحله تاني مع الشوربه، وهسيبه يغلي مع الشوربه مثلا 5 دقايق كمان. دلوقتي قبل ما احمر الفرخه هحط عليها رشه ملح كده بسيطه، اوكي، وهعصر عليها برده عصره ليمون، بتديها تيست تحفه للسكين بتاعها، ومن جوه كمان ليمون كده. وبعدين عندي معلقه سمنه صغيره، هبرش الفرخة بيها كلها، بعدين هحمر الفرخة. دلوقتي ابتديت احمر الفرخة زي ما انتوا شايفين، حطيت معلقة سمنة كبيرة ومعلقة زيت كبيرة، احمرها لغاية ما تاخد لون حلو من على كل جنب. دلوقتي ابتديت اقلبها على كل جنب زي ما انتوا شايفين كده، بقلبها من هنا، بصوا لونها عامل ازاي، هكمل تحمير وهوريها لكم. كده الفرخة لونها حلو قوي، بصوا لونها حلو ازاي، حطي عليها.
Thank you.